خسائر بالتريليونات مرعبة. هل تفتكر ان ده لو انت يعني دولة صين دي، يعني تفتكر ان ده يستاهل كل الخسائر دي؟ وكمان تعالى نفكر في المؤامرات شوية. ما اصلا المؤامرات دي اللي بيعمل المؤامرة ده بيعمله 3 حاجات: يا يكسب فلوس، يا يكسب سيطرة، يا لو سياسي عايز يعاد انتخابه. تعالى نفكر، تعالى نعمل الثلاثة دي مع بعض. لو تكسب فلوس، فين الفلوس اللي كسبت؟ ما لو انت عايز تقنعني ان في مجلس ادارة عالم وفي 6 7 هم دول اللي عمالين يبيعوا ويشتروا، والدول ساكته لهم، الاف بي اي ساكت لهم، الجيش ساكت لهم، الجيش الامريكي والجيش الصيني والجيوش الاوروبيه دي ساكته للسته سبعه اللي عمالين يبيعوا ويشتروا وهم مش عارفين، وانت بس اللي عارف عشان الفيسبوك. طب فكر فيها. طيب ادي الفلوس. تاني حاجه، لو انت عايز يتم اعاده انتخابك، طب لو انت حاكم لدوله ديمقراطيه فيها انتخابات زي اوروبا وامريكا، هتمشي الموضوع ده هوت وتلعب الموضوع ده هوت وتخاطر ان يبقى عندك سيفل انريست، يبقى عندك قلاقل عندك وناس تفقد شغلها وناس تفقد فلوسها؟ طب ما الناس كده مش هتجي انتخاب. طب تالت حاجه السيطره، لو انت النسيج الاجتماعي عندك تهلهل والناس فقدت شغلها وفلوسها والبلد فلست، يبقى فين السيطره؟ ما انت فقدت السيطره كده. طيب دي المؤامره. طبعا واحده من المؤامرات طبعا ان هو جهاز بيولوجي، او سوري ان هو سلاح بيولوجي، ان هو ده تم تصنيعه في المعمل وهرب. طيب اول حاجه لو انتوا بصيتوا